وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العصر من رحاب المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا.
اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير، وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك،
والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك وتنصر جندك وأحباءك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.